تقريبا تتحدث عن مباراه الهلال والاتحاد، ثم نعود لمواصله الحديث في البرنامج. لن تكون مباراة الهلال والاتحاد مساء الاثنين المقبل في الرياض مجرد لقاء دوري بين الفريقين، بل أكثر من ذلك بكثير. فتحقيق الفوز في كلاسيكو الكرة السعودية سيحمل أبعادا مضاعفة للفريق الفائز، فيما قد يصبح القشة التي تنذر بغربلة واسعة في صفوف الفريق الخاسر. يدخل الفريقان اللقاء بذكرى المباراة الأخيرة التي جمعتهما في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تحمل ذكرى طيبة جدا للفريق الاتحادي الذي أنهى لقاء الرياض بثلاثة أهداف دون مقابل قبل أن يتعادل في لقاء الإياب بهدف لمثله، ليتأهل بعد ذلك للمباراة النهائية. على الصعيد الآسيوي أيضا، فإن آخر لقاءات الفريقين لا يحمل تاريخا محببا بالنسبة لأنصار الفريق الأزرق الذي مني بخسارة كلفته خروجا متكررا من دور أبطال آسيا على يد الغريم التقليدي الاتحاد. آخر مواجهات الفريقين تقف بجانب العميد الاتحادي، فيما الأرقام الحالية تميل بوضوح لصالح الزعيم الهلالي. فهل تدور عجلة الزمن من جديد، أم تفرض لغة الأرقام نفسها ليلة الاثنين؟ لبرنامج كورة، ماجد القحطاني.